قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن 20 مليون شخص أصبحوا في فقر مدقع جراء تداعيات الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات. ولفت التقرير إلى أن اليمن يشهد انهيارا اقتصاديا شاملا، إذ انخفض الناتج الإجمالي المحلي للفرد قبل اندلاع الثورة، وبات 2 من كل 3 يمنيين يعيشون في فقر مدقع. التقرير أوضح أن نحو 40% من النازحين يعيشون في مواقع نزوح غير رسمية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كاف، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الخدمات أصلاً غير موجودة. معي للحديث حول هذا الموضوع مدير منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلاً بك توفيق. هذا التقرير الذي تحدث فيه المرصد الأورو متوسطي عن أن 20 مليون في اليمن أصبحوا يعيشون في فقر مدقع، وأن الناتج المحلي انخفض بنسبة 50% مما كان عليه قبل الحرب، ما تعليقكم على هذه الأرقام حقيقة المفزعة حول الوضع الإنساني في اليمن؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر الأرقام اليمنية ليس أو هذه الأرقام ليست جديدة، هنالك نداءات أممية ربما من قبل 3 سنوات بأن اليمن اليوم تعيش أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان. هنالك أنباء تحدثت عن أن هنالك ما يقارب 70% من اليمنيين إما دخلوا تحت خط الفقر أو وصلوا إلى خط الفقر فعلا. هنالك ما يقارب من 3 مليون يمني مهجر قسريا. هنالك ما يقارب 5000 معسكر لاستقبال النازحين تفتقد لأبسط الأزمات الإنسانية. أضف إلى ذلك لأن الحياة الاقتصادية معطلة أو شبه معطلة، لا أصبح المواطنين أو الموظفين لا يستلمون رواتبهم. هناك مطار صنعاء، مطار عدن، الموانئ موقفة، حركة الحركة الاقتصادية من الاستيراد والتصدير بسبب الحصار، وهناك مدن داخلية إلى غير ذلك. وبالتالي المردود المحلي لم يقل إلى 50 بل أكثر، وصل ربما إلى 70%. ربما ميناء بلحاف وهو الشرايين الرئيسي الاقتصادي في ظل هذه الحرب الذي كان من الممكن أن يوصل النفط والغاز اليمني إلى الخارج، وكان يمكن أن يدخل الخزانة اليمنية ما يقارب مليار دولار سنويا، توقف لما يقارب 7 سنوات تحت سلطة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى حد اليوم هنالك إجراءات في ظل المجلس الجديد لتحسينه. وبالتالي هذه الأرقام هي تحاول أن تعبر عن حقيقة الأزمة، لكن باعتقادي الأزمة أكبر من ذلك، ونستطيع أن نقول جميع مقاييس التحسن الاقتصادي منهارة في اليمن. توفيق، كل مرة نسأل عن المسؤولية، بالتأكيد الكل مسؤول، كل الأطراف الآن في الصراع في اليمن مسؤولة، ولكن إذا أردنا ترتيب هذه المسؤوليات عمن يتحمل المسؤولية في المقام الأول عن هذا الوضع الإنساني المتدهور في اليمن؟ أنا باعتقادي المسؤولية الأساسية هي الانقلاب الذي حدث في صنعاء من قبل جماعة الحوثي، لكن بعد ذلك أنا باعتقادي أن التحالف العربي الذي دخل في عملية إنقاذ عسكري قبل 7 سنوات على اليمن يتحمل جزء كبير جدا. اليوم هنالك وعود كبيرة بضخ عهد إلى البنك المركزي اليمني إلى حد اليوم لم يتم تنفيذها. قبل ما يقارب شهر تم تنفيذ جزء من العهدة السابقة من أجل حماية العملة الوطنية من الانهيار. هنالك اليوم بيان صدر من المملكة العربية السعودية ودول الخليج بأن اليمن سوف يضخ لخزينة البنك المركزي ما يقارب 3 مليار أو 4 مليارين من أجل تحسين العملة بعد تشكيل مجلس الرئاسي العسكري، ولا حد اليوم لا يتم. لو نظرنا بالمقارنة بين سلوك دول التحالف العربي مع بعض الدول مثل باكستان أو مصر أو غيرها، سنجد أن هنالك حلول إسعافية سريعة تصل إلى 6 و7 و8 مليار لبعض الدول، لكن لا ندري لماذا هذا السلوك في التعامل مع اليمن بالقطارة تحت حديث الفساد أو المسؤولين، مع أن اليوم الجميع يدرك داخليا وخارجيا أنه لم يعد هنالك
مسؤولا يمنيا في الحكومة ابتداء من الرئيس وانتهاء بحارس البوابة لا لا لا, لا يعين تحت نظر المملكة العربية السعودية ودول التحالف، وبالتالي لا حق لكل هذه الادعاءات. هنالك عملية إرهاق كبيرة. أنا باعتقادي التحالف يتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة جدا، لأنه اليوم أصبح اليمن إذا جاز التعبير نقول أنه أصبح اليمن مرهون تحت سياسة وتصرف التحالف العربي ابتداء من رأس السلطة حتى منتهاها. في الشأن اليمني أيضا، منظمتكم سام للحقوق والحريات توفيق دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الأخلاقية الكاملة في فتح جميع معابر مدينة تعز المحاصرة، وأكد في بيان له أن تحويل هذا الملف إلى ورقة للمساومة السياسية يزيد من معاناة المدنيين ولا يخدم عملية السلام، وقد يقوض تمديد الهدنة. وذكرت سام أن الأرقام والحوادث التي سببها الحصار في تعز صادمة، ويصل أثرها مباشرة إلى المواطن العادي وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حيث حول الحصار تعز إلى سجن كبير لممارسة عقاب جماعي على كل من يعيش في هذه المدينة دون تفرقة بين مدني وعسكري، كما أثر على حرية التنقل بين القرى والمدن. توفيق، تقريركم وهذه الدعوة حول تعز، إلى أي مدى لاحظتم تحسن في وضع تعز خلال الأسابيع الماضية أثناء الهدنة وأثناء الحديث عن إمكانية تخفيف ذلك الحصار في مفاوضات الأردن؟ هو في الحقيقة إلى حد اليوم لا تغير على الأرض، هنالك مفاوضات وهنالك تعز أحد العناوين الأساسية في أي مباحثة سلام، هي كانت أحد عناوين ستوكهولم في بداية عام 2019، لكن لم يتم تحريك هذا الملف باستثناء ملف الحديدة وملف الأسرى المتعلق بستوكهولم، وقمد ملف تعز. واليوم الحوثيون والحكومة الشرعية تفاوضون في الأردن، الحوثيون يريدون يقدموا رسالة أن الحصار اقتصادي لكن في الحقيقة عفوا عسكري، بينما في الحقيقة الحصار هو مدني. اليوم نحن عملنا دراسة بسيطة وحسبة بسيطة، ستجد أن المواطن التعزي خسر من جيبه بسبب ارتفاع الأسعار للطرق الالتفافية للوصول إلى صنعاء وتعز ما يقارب من 50 مليار ريال يمني. المواطن التعزي اليوم يفقد من الساعات وهو يتنقل بين المدن بطرق التفافية ما يقارب من 500 ألف ساعة عمل يفقدها وهو يتحرك في هذه الطرقات، أضف إلى الضرائب إلى الموانئ إلى الكثير من الأشياء. الحقيقة نحن عندما نحمل التحالف أو ندعو المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي اليوم يجب أن ينظر إلى اليمن بعين واحدة، الضغوط التي مورست على الحكومة وعلى التحالف من أجل مطار صنعاء، وكنا جزء من هذا الضغط أننا نطالب بفتح مطار صنعاء لأسباب إنسانية، نحن اليوم نطالب بنفس المطالب من أجل تعز، لأن اليوم النقاط العسكرية والمسلحة على الأطراف تمارس انتهاكات يفوق الوصف، هنالك من قتل على النقاط، هنالك من تم اعتقاله. ولكن من الذي يحاصر تعز في المقام الأول؟ أليست جماعة أنصار الله؟ نعم، تعز تحاصر بدرجة أساسية من قبل جماعة الحوثي وهذا معروف، خاصة المداخل الشمالية والجنوبية إلى غير ذلك. كان هنالك حصار متعلق بالجهة الغربية وخاصة ما يتعلق بميناء الحديدة، لكن الآن بعد انضمام طارق صالح إلى المجلس القيادي باعتقاد أن هذا الأمر انتهى قبل فترة من الزمن. اليوم الطرف الوحيد الذي يحاصر تعز بدرجة أساسية هي جماعة الحوثي، ورأينا في الأردن وصولها بوفد عسكري مكون من 6 إلى 7 أشخاص لابسين الزي العسكري من أجل يقدموا رسالة سلبية أنها بهذا الخصوص. ونحن نتمنى في الحقيقة أن المجتمع الدولي يمارس ضغط أكبر من أجل تحويل ملف تعز إلى ملفا إنسانيا بحتا لا علاقة له بالأوراق السياسية أو الحسابات العسكرية. شكرا لك توفيق حميدي، مدير منظمة سام للحقوق والحريات.